وحشني، عامل ايه؟ الحمد لله. اول رد فعل ليك بعد حسبي الله ونعم الوكيل. مش فاكر على حاجه ميدو امبارح، لو جيت تبص اول 10 دقائق في الماتش، انا ما شفتش الا اخر الشوط الاول من اول اخر. اول 10 دقائق في الماتش الثلاثه بتوع نص الملعب بتوعنا كانوا 10 على 10، كانوا بيساندوا في الدفاع ويطلعوا. مفيش نص ملعب في الزمالك امبارح، ماشي، ما بالك اول 10 دقائق ما شفتهمش. بعد كده المعلم رجع لي الاربعه بتوع الدفاع والثلاثه بتوع نص الملعب يدافعوا في منطقه 18 بتاعتنا. عمرك شفت فرقه في العالم تدافع قدام الاهلي؟ لقيت في كتير قوي دفعوا. انا اول مره في الزمالك قدام الاهلي لعبوا دفاع بسبعه ونص ملعب. اصلا الماتش امبارح نص ملعب، انتوا رايحين تسمعوا كابتن الزمالك لقيت في كتير قوي ورا. ايه ده؟ مين هو سبع الخساره ديت؟ ومرتضى من يوم ما طفش، من يوم ما طفش عملت ايه؟ ماشي، من يوم ما طفش فيريرا واحنا ضايعين اصلا، وكله عارف ان احنا فرقه فشل. انت عندك مدرب بيكسب والاداء كويس، بنمشي ليه؟ عشان هو عشان حاجه باختصار حاجه واحده، مرتضى هو عايز يبقى نجم الزمالك الاول، هو اللي جاب اللعيبه وهو اللي بيجيب البطولات مش اي حاجه. عايز اميد خاطر يركب الناس غنت بفيرا اللي هو جاب الكاسين، قال لك لا يشرب منك خراره. الكلام بتاعي يشرب من اي خراره. شكرا لك سياده المستشار، مش مشكله يا شيخ، شكرا لك، شكرا جزيلا. هذا كان حديث سياده المستشار. الاهلي امبارح لو كان بيلعب الزمالك بمستوى الاهلي في ماتش انبي كان الاهلي جاب خمسه على الاهلي. لو عبد الله السعيد شويه يعني، عبد الله السعيد ما كانش والله العظيم الاهلي ما كان في مستواه كمان. الاهلي لو بيلعب نفس التكتيك ماتش ام بي كده كان جاب خمسه مستريح. اقول لك على حاجه بقى، نختم بقى الفيديو. انا لما نمت امبارح بعد الماتش حلمت ان الاهلي كسب الزمالك 5-1. والله هي دي النتيجه المنطقيه، اربع اهداف صحيت وافتكرت ان الماتش كان 2-0 وقلت الحمد لله. الحمد لله.